يا ابني صبرك لله، اقسم بالله هظبط لك ظبطه السنين. تظبط مين انت وهو؟ هو انتوا بتتفقوا عليه؟ ده تبعي على فكره. طب انا مالي بقى بالاحراج ده؟ بعدين انتوا هتتجوزوا امتى صحيح؟ يا سلام. مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام. حسام حلاوه صاحبي في جريده اخر الاسبوع. اهلا. ازيك يا استاذ حسام؟ نشأة طاحون طبعا غني عن التعريف. أميمة خطيبة حسام. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كويسه. وده طبعا بقى مازن ابن عمي. طبعا هو ده بقى مازن. اهلا اهلا بيك. انا ومازن زي الاخوات بالظبط، لان هو ما عندوش اخوات بنات وانا ما عنديش اخوات اساسا، فانا اعتبر زي الاخوات. طبعا طبعا. اجيب كرسي بس. شكرا شكرا. ايه اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والاستاذ مازن بقى بيشتغل ايه؟ لا انا ما بشتغلش. انا مازن اصلا خريج تجاره انجلش، وكان بيشتغل في دبي ورجع من سنه ونص تقريبا كده، يعني ما توفقش هناك، بس انا وعدته ان هو يشتغل عندك في الشركه واكيد هتستفيد منه. يعني كلامك اوامر. خلاص يعني يسعدنا طبعا ومشرفنا الاستاذ مازن يبقى معانا، ويبقى معانا في الاداره الماليه، يعني بما انك يعني تجاره انجلش. لا وخلاص يعني ممكن تعتبر نفسك تعينت من النهارده مش من بكره كمان. ده شرف ليا يا فندم. قول يا استاذ حسام، انت ايه الكلام اللي انت قلته عندي؟ انا قلت كل اللي عندي المدام هاله، وبالتالي مفيش داعي نكرر الكلام ده مره ثانيه. ايوه بس الكلام يعني كلام تقيل قوي، يعني معاك دليل عليه؟ انا شخصيا لا ما عنديش. طب الجورنال بتاعك نشره؟ لا لا برضو ما افتكرش. طب في اي جورنال تاني يعني نشر الكلام ده؟ لا لا ما انتشرش حاجه. تبقى انت كذاب ومحتاج اقطع لسانك. نعم انت بتقول لي انا كذاب وكمان اقطع لساني؟ لما تقول كلام عني مش حقيقي واشاعات عشان تلوث سمعتي وتطلعني بصوره سيئه قدام هاله، تبقى كذاب وسافل وحقير. انت اللي كذاب ومزور، ولو كنت فاكر انك بتنقذ نفسك قدامها فده مش على حسابي. يلا يا اميمه، انا غلطان اصلا ان انا جيت المقابله دي. حسام استنى يا حسام. اميمه استني يا اميمه، ما ينفعش كده يا جماعه. انت شتمته يا نشأة، كلامك كان ناشف قوي. شتمته؟ ده واحد بيطلع اشاعات عليا بيلوث سمعتي تقولي لي شتمته؟ ايه ده؟ تبدافع عنه ولا ايه؟ لا انا ماشي. انت عندك رقم تليفوني لما تعوزيني كلميني. مش هتستنى، ما تبقاش ناس صغيره. سيبك مني، ما تقليش من نفسك. خربتها وقعدت على تلها. الو. ايوه هلا. مش هتستنى، عايز اتكلم معاك. انت فين طيب؟ لا يا هلا بعدين بعدين، معلش عندي مشوار. سلام.